حلول الأسئلة الوزارية اللي تخص اليونت الأول ثالثة المتوسطة اللغة الإنجليزية. أول شيء هو موضوع التايم. إذا لاحظ هنا طبعاً مكتوب 15 وأنا شارح فيديوهاتي، اللي مش شايف الفيديوهات ضروري يرجع يشوفهن خصوصاً بالمراجعة. إحنا هنا يعني 15 بـ10، 15 أنا لو نقصت لازم أنقص 15 ناقص 12 ويساوي 3 ويساوي 3، الناتج يساوي 3. فالناتج هنا هو راح يطلع عندي 3، لذلك أنا قلت it is 3:10 يعني إنها الساعة 3:10. قال لي 17:10، نفس الحالة نقص 17 ناقص 12 راح يوقع عندي 5 وراح يصير it is 5:10. كذلك 13 معناها بالوحدة، لأن إذا نقصت 13 ناقص 12 راح يخسر 1، نقول it is 1، وهاي 15 أقل له 15. طيب هنا قال لي it is 15:35 يعني ساعة الخامسة وخمس دقائق. هنا 15 بـ5 هذا مرة ثانية مكرر نفس الشيء. 14 بـ5 معناها it is 2:05 يعني بالثنتين وخمس دقائق، نفس الحالة نطرح. هنا كذلك عندي 16 لازم أطرحها فراح تصير الساعة 4:10. كذلك عندي هنا 13 معناها بالوحدة وعشر دقائق. كذلك عندي هنا 16:40 يعني راح أقول it is 4 الساعة الرابعة، و 40 يعني 40. 20 بـ10 20 يعني نقص 20 ناقص 12 راح يوقع عندي 8 فراح أقول 8:10. بالنسبة للسؤال الوزاري أيضا المهم جاي وهو عن الكوايت والريلي، هذا الموضوع جاي واحد وهو طبعا الريلي تستخدم مع الصفة القوية والكوايت تستخدم مع الصفة الضعيفة. فهنا عندي كلمة فاست هي صفة قوية، بين الكلمتين فاست، كلمة فاست صفة قوية يعني سريع صفة قوية، فلذلك احنا اختارنا هنا بهاي الجملتين ريلي. نجي إلى موضوع الجيفنج ريزن. جيفنج ريزن اللي هو إعطاء السبب، لأن جمل لازم نحفظها. فمثلا يقول لك هنا، يقول لك السيارة بها جي بي اس. إذا السيارة بها جي بي اس أنت شنو معناها؟ يقول لك can't be lost يعني ما راح تضيع أنت. فركز لي على هذني وخليني أقول لك شغلة، ترى حلول الأسئلة الوزارية وحدها ما يخليك تضبط المادة، ضروري جدا ترجع للفيديوهات اللي شرحت بيهن مراجعات، 7 فيديوهات فقط راجعت لك المنهج كامل، ضروري جدا ترجع تشوفهن، لأنه أصلاً أنا أثناء المراجعة ماكو سؤال وزاري ما حليته ويا الشرح مال الكتاب، بس أكو ناس تريد حلول الأسئلة الوزارية، لذلك أنا شرحت لهم هذه الحلول. السؤال اللي بعده يقول car have GPS، السيارة بها GPS because لو so that، لا جواب so that لذلك، بمعنى لذلك can't be lost. وهي احفظ لي إياها لأن هاي راح تجيك بأكثر من موضوع، يعني بنشوف GPS قل له can't be lost ما راح تضيع. السؤال الآخر يقول the car has air condition. condition يعني تبريد، السيارة إذا بيها تبريد، السيارة إذا بيها تبريد راح تبقى هادية دافية عفوا. keep cool. listen music جاب عليها، listen music هاي تجيك لما يقول لك CD أو لما يقول لك DVD. 4 يقول the car disc brakes يعني بيها بريكات، نشوف كلمة brakes بريكات، السيارة إذا بيها بريكات شو راح يصير بيها؟ to help you stop quickly حتى تساعدك to. إذن إذا شفنا breaks نختار to ونختار stop quickly، إذن ثلاثة تحفظ ليها، إذن هذين جايات مع بعض، بنشوف كلمة stop quickly وbreaks وto يجون مع بعض. car have air condition، السيارة بها air condition يعني بها تدفئة، to help you حتى تساعدك to، شوف to help you حتى تساعدك. السؤال اللي بعده يقول the company supplied car with drivers don't be worry in an accident، لا تخاف. طيب الآن هذا الجملة، هذه الجملة اجي على الاختيارات، هو مطيني 3 اختيارات، قال لي CD player، CD player هذا مال الموسيقى، والجي بي اس، جي بي اس تخص اللي هي can't be lost يعني مال الخرائط. طيب ما بقت عندي غير وحدة وهي الايرباكس اللي هي السيارة الحقيبة اللي يخلونها بالسيارة الحقيبة الهوائية اللي من يصير حادثة تنقلك. من المفتاح الحل هو accident، بنشوف كلمة accident الحادثة راح تقول ياها airbags.
موضوع اللي بعده كذلك عندنا الطلب المؤدب البولايت ريكوست. طبعا الطلب المؤدب الى اربع قواعد انا شارحهم بالتفصيل اليوم راح اوضح لكم اياهن واشرح لكم هذه الاسئله الاسئله الوزاريه. السؤال اللي جاي هنا هي از فات راح اقول هي از بت. طبعا هنا بالحل انا اللي سويته قلت هي از بت. طيب ليش خليت هاي الجمله هذا تركيب هي از بت؟ إذا كانت عندي جملتين متشابهة طبعاً بالحل يعني هاي الجملة هاي يجيب لك إياها هو أصلاً يعني هاي يجيب لك إياها. أنت إيش تكتب؟ تكتب هي إز أبت. تكتب أبت ليش كتبنا أبت؟ لأن الاثنين الصفتين متشابهات. هذا الموضوع أني شارحه أيضاً. إذا لاحظ الجملة الثانية إذا كانت الصفتين متشابهات قلنا نستخدم أبت وكتبنا هنا بالفراغ أبت يعني هذا الحل مجرد إحنا خلينا بالحل أبت. اللي بعدها كذلك نفس الحالة ليزي بليزي صفتين متشابهات لذلك استخدمنا بت. أربعة she is bad at football يعني هي سيئة بكرة القدم راح يصير الحل she is not very good at هذه very good هذه أيضا نستخدمها اللي هي القاعدة رقم ثلاثة موجودة عندي أنا شارحها بموضوعنا. ليش استخدمنا is not very good؟ لأنه إذا أجتك الجملة بادية مثلا يعني اذا عندك على سبيل المثال عندك she is not هذا الحل انت راح تكتب is not very good at. متى نستخدم is not very good at؟ لما يكون عندي اسم بول فوتبول فوليبول كرة الطائرة فوليبول. طبعا هاي هو راح يجيب هذا التركيب هو راح يجيب انت تكتب is not very good. ليش؟ لان عندي هنا بول صفة بول اسم. سواحد يجيني يقول لي لا ليش ما استخدمنا ابت؟ الابت تجيك ويا الصفة. الآن هنا ما عندي صفة أصلاً بالجواب ما عندي يعني هو أصلاً جايب لي للنص والباقي أنا أكمله. خمسة سمير is fat سمير fat من لقيت صفتين متشابهات اثنينات fat بfat هذني فراح أقول أبت لأن الأبت دائماً تجمع صفتين متشابهتين. هنا أيضاً عندي اسم at English سيء بالإنجليزي فراح أقول له is not very يعني هذا هو جوابي is not very is not very good. هاي عبارة is not very good مثل ما هسه شفناها ضفناها احنا هسه قبل شوية ضفناها للجملة. ليش؟ نعدي اسم وهو الانجليش. اللي بعدها نفس الحالة نفس الحكي ايضا بالضبط نفس الموضوع ما عندنا اي شيء جديد. اللي بعدها هذني تقريبا كلهن نفس الشيء هذني كلهن شوفنا انا ايضا نفس الحالة عندك physics فيزياء عندك history تاريخ هذني كلهن نفس المواضيع عندك Arabic ايضا نفس الحالة هم قايل لك is not very good. ليش؟ لأن عندنا اسم دائما من تلقى اسم يعني Arabic لغة عربية history تاريخ English راح نخلي is not very. الجملة اللي بعدها هاي الجملة اللي بعدها طبعا خليناها وقلنا أبت. ليش؟ لأن صفتين متشابهتين قال لي unfriendly وfriendly وبس. راح نجي هسه على حلول الأسئلة الوزارية اللي تخص ترتيب الصفات the order of adjective. طبعا صيغة السؤال تجينا بالامتحان rearrange صيغة السؤال يجيني بالامتحان rearrange. من أشوف كلمة rearrange يعني معناها أعد الترتيب وهذا موضوع الصفات هو عبارة عن ترتيب الكلمات وشون أرتب هنا بكيفي؟ لا مو بكيفك. أول شيء لازم تخلي صفة الرأي بشكل عام يعني شوف هذا الترتيب البداية nice beautiful good هذا الصفة العامة بعدين نخلي الحجم إذا أكو حجم عندي بعدين أخلي العمر إذا عندي عمر بعدين الشكل إذا عندي شكل أو اللون أو الجنسية وآخر شيء المادة الجنسية أو المنشأ يعني جنسية هذا الشيء أو منشأه أصله يعني. طيب إذا أجتني جنسية هنا منشأ يعني نفس الشيء ما أفرق أصلا. طيب الآن أنا بالامتحان بصيغة السؤال يعني بالامتحان هو جايب لي مثلا beautiful نطينا هنا قايل لي رتب جايب لي ذن صفتين black وbeautiful. طبعا بالبدايه بديت بيوتيفول لانها صفه عامه. الجمله الثانيه بديت بيوتيفول بعدين خليت وياها شكل بعدين خليت وياها لون طبعا على ايش؟ على وفقا لهذا الموضوع على هذا النظر على هذا النظر. كذلك عندي هنا بديت بيوتيفولي او كيرلي وبراون اذا بدينا بشكل بصفه برأي بعدين شكل بعدين لون. هنا بديت بشكل مباشرة ليش ما خلينا beautiful بالجملة رقم 4 ما هو أصلا ما منطيني أصلا بالجملة 4 ما منطيني يعني صفة عامة مثلا beautiful أو good هذا ما منطيني فأنا راح أعوف أنتقل أش عندي وراها لقيت straight back و hair
فأنا راح أختار هاي لأن دائما أختار صفة الحجم بعدين أختار اللون وبعدين أختار الاسم هيك. الخامسة أيضا نفس الحالة عندي بيوتيفول، لقيت صفة عامة فراح أبدي بيوتيفول بعدين سترايت وبعدين بلاك. وراها طبعا الجملة رقم ستة عندي نايس، نايس صفة عامة وراها جرين وراها فرنش، هو معطيني ثلاث اختيارات طبعا هنا، أنا كلهم راح أتركن وأختار بالبداية صفة النايس لأنها رأي عام، بعدين أختار الجرين اللي هي لون، وراها أختار المنشأ منشأ الشيء. السؤال السابع، السؤال السابع قايل لي هدى هاز، هدى هاز هدى لديها. طيب ايضا بديت بصفة تعبير رأي بيوتيفول لانه رأي، بعدين بديت بشكل، بعدين بديت بلون. كذلك اللي بعدها عندي نايس وفرنش وكتن، شوفوا شو منطيني نايس كتن فرنش، هاي غلط لان المعدن او المادة لازم يصير بالاخير. هاي الجملة غلط لان باديل بجنسية، احنا لازم ننطب رأي وهو نايس، فهذه غلط. الاختيار الصحيح هو رقم اي تسعة. يقول هنا بهاي التسعة مطيني ثلاث اختيارات، قايل الاي لو البي لو السي. طيب هنا نفس الحالة، انا بديت بيوتيفول لانه رأي، بعدين اختاريت بلاك لانه لون، بعدين اختاريت فرنش لانه منشئ. يصير ابدا بالفرنش، هاي غلط، وهاي بلاك لون غلط. الجملة رقم عشرة، رقم عشرة باديلي بنايس بعدين فرنش وبعدين كتن، أم نفس الحالة، هنا كتن غلط وهنا باديلي بفرنش غلط، لازم أبدي بصفة عامة نايس. هنا منطيني رين، شوف هاي صيغة السؤال ما اختيار، مو اختيار، لا يريدك أنت ترتب، يريدك أنت ترتب. فشلون أنا أرتب؟ من قال لي لينا هاز، لينا لديها، اذا انا بديت هنا منطينا ذن الصفات مخربطات، فانا راح اجي ارتب، راح اقول نايس سترايت بلاك، بديت بصفه عامه بعدين حجم بعدين بلون بعدين بلون. طيب نيجي الان الى التعاريف الجاي وزاري بالامتحان، بالامتحان اللي خاص بالوحده الاولى. طيب اذا الاسئله الوزاريه اللي جايه عن الوحده الاولى بالتعاريف، اولا جايب لي ادفيرتس واللي هي معناها اعلان. طيب وانا علمت طلابي شلون احل هذا الموضوع، من اشوف كلمه سيل يبيع اقول له ادفيرتس اعلان. ثانيا قايل لك كيو اللي هي معناها سرى، شلون تعرف الحل هذا؟ من اشوف كلمه ويت ينتظر، ينتظرون بالسرى. ثلاثه قايل لك توث برش، توث برش يعني فرشاه اسنان، شلون تعرفها؟ من اشوف كلمه كلين ينظف. اربعه قايل لك هيلبفول واللي هي معناها متعاون، هاي يجيب لك كان فراغ ذني. فناس شلون عرفت الحل helps اللي هي معناها يتعاون و helpful يعني متعاون. الخمسة قال لك it makes car يخلي السيارة boots plane move، من نشوف كلمة move يتحرك وكار سيارة، يعني شنو اللي يخلي السيارة تتحرك؟ يقول لها fuel اللي هو الوقود أو الانجن اللي هو المحرك. ستة قال لك the opposite of wide يعني عكس كلمة عريض وهو نرو ضيق، وهو نرو ضيق. الآن راح نشوف الأسئلة الوزارية الجاية على The Car of the Year سيارة الموسم. السؤال الأول اللي جاي يقول The Panther 3 has 8، طبعا السيارة البانذر هي بها 8، تاخذ 8 أشخاص. الجواب صحيح، لو قايل لي 6 أقول له غلط. 2 يقول سيارة البانذر هي رخيصة، الجواب صحيح صراحة هي البانذر رخيصة. طبعا هذا السؤال مكرر مرتين، يقول سيارة البانذر بها 8 أشخاص، جواب تقول له يس. السؤال الرابع يقول children الأطفال in the Panther 3 sit in the back and try the electronic seats، طبعا الجواب الصحيح لما الأطفال كانوا مستمتعين بهذه السيارة. السؤال الخامس اللي جاي على هذا الوزاري يقول some young men are more interested in the engine، يقول بعض الناس حتى مهتمين بالمحرك، جواب صحيح. سؤال السادس شوف شلون جايبه، قايل لك how many seats شقد عدد المقاعد، انت من تشوف كلمة seats مقاعد مفتاح الحل وتشوف كلمة Panther 3 سيارة البانذر رقم 3 هاي اسمها تقول له 8 seats اللي هي 6 مقاعد. 7 سيارة البانذر يقول has no features، features يعني خصائص، لا شلون ما بيها، بيها مميزات حلوة اصلا سيارة تخبر شلون ما بيها، فاقول له جواب غلط. يقول how many seats هم هذا السؤال عيد لي مرة ثانية أقول له ثمن مقعد. 9 يقول the Panther 3 هذا السؤال جاي 6 مرات، هذا كلش مهم ركزوا لي عليه.
طيب يقول why the Panther 3 is really safeguard. يقول ليش سيارة الباندر هي كلش آمنة؟ because there are airbags. لأن هنالك حقائب هوائية للسواق حتى تحميهم. طيب السؤال 12 اللي جاي على الوزارة أيضا بهذا يقول بهذا السؤال there is the Panther 3 is very expensive. الجواب غلط، هذه السيارة هي صحيح زينة بس مو غالية. مو غالية. 13 there is loads of space inside Panther 3. يقول هنالك مكان أو مجال لهذه السيارة، يعني أكو مجال بداخلها. جواب صحيح، من نشوف كلمة space يعني مجال، هذا مفتاح الحل. يقول له yes. 4 يقول لك the Panther 3 has no features. يقول ما بيها خصائص. لا قلنا غلط، بيها خصائص. مفتاح الحل هذا. هنا قال لك very expensive وقلنا expensive غلط، هاي بدون تفكير. من نشوف expensive يعني غالي، قلنا جواب غلط هي مو غالية. 16 أيضا هاي مكررة، من نشوف هناك space يعني مجال، راح أقول له جواب true. هسه راح نشوف الأسئلة الوزارية اللي جاية على قطعة كريم. طبعا كريم واحد يحب الشعر ويحب يقرأ، وتعرفون قصته أكيد، سامعون بسامعين بيها. راح نشوف الأسئلة. السؤال الأول اللي جاي على هاي القطعة يقول why had كريم been saving. ليش كان يدخر كريم لمدة أشهر؟ تقول له to be the first one to buy the new book of his favorite book. لأنه يريد أن يشتري الكتاب الجديد اللي هو اللي هو من شاعره المفضل، لأنه هو أصلاً كان ينتظر هذا اليوم حتى يروح على مود يشوف هذا الشاعر، حتى يشوف هذا الكتاب مال الشعر، لأنه هو يحب الشعر اللي هو مظفر، الشاعر اسمه مظفر أنوار. 2 يقول how many times، كم عدد المرات اللي قرأ بيها هذا الوليد كريم هذا القصة؟ قلنا twice at least twice. وإذا تحب تقول بس twice كلش كافي، كلش كافي. twice يعني مرتين. سؤال الثالث كريم has been saving up. كريم كان يدخر الأموال ليش؟ to be the first one، حتى يكون الشخص الأول حتى اللي هو يشتري الكتب الجديد. وهاي طبعا مهمة، ركزوا لي عليها هواي جاية وزاري. السؤال الرابع يقول what was there for the customer number 50. شنو كان يعني شنو اللي كان موجود للزبون رقم 50؟ طبعا الزبون اللي يجي يكون رقم 50 بالسرة راح يكون إلى there was a big prize، سيكون هنالك له جائزة كبيرة. وإذا تحطها هنا كلش كافي، سيكون له جائزة كبيرة. إذن الزبون اللي جاي يشتري الكتب رقم 50 هو هذا، هو يكون إلى جائزة كبيرة. السؤال الخامس يقول كريم had found them، يعني كيف لقى هاي القصائد؟ شافهم very interesting يعني جدا ممتعات. من يجيك سؤال يقول لك describe كريم character، أوصف لي شخصية كريم، أجاوب أقول له hard working، أنه مجيد، وأيضا أقول له أنه هادئ وأنه imaginative يعني واسع الخيال. سؤال السابع يقول كريم had read all the النواب poems. كريم قرأ كل قصائد النواب twice. احنا قلنا من نشوف كلمة twice، جواب صحيح انه قرأهم مرتين، هذا هو مفتاح الحل. طبعا لو شوفون دروسي انا يعني حتى مسوي لكم اشياء مهمة ومرشحات عن القطع، هاي اذا قرأتها اوعدك انه انت راح تجيب درجة يعني 9 او 8 من 10 إذا ما أخذت 10 كاملة إذا قرأت المادة، لأن أنا أعطيتك مفتاح حل لكل واحدة. 8 يقول كريم had read all the poem، وذكرنا أنه هنا قال لك boring. أرجع لي على السؤال قبل شوي اللي أعطيتك إياه. أنا قبل شوي إيش قلت لك؟ شلون كان من قراهن؟ شلون جانن قبل شوي؟ very interesting كيوني. جواب غلط. وقال هنا interesting وهنا قال boring، جواب غلط. 9 يقول how did كريم found، ذكرنا من نلقى كلمة find أو found يعني وجدهم، شلون لقاهم؟ نقول له very interesting. ما هو حلم كريم؟ حلم كريم أن يكون شاعر مشهور، حلمه أن يكون شاعر مشهور.
مرة جاء سؤال وزاري أيضا يقول لك حلم كريم كان أن يكون أنه أن يقرأ القطع مرتين، قصص كتاب مرتين. الجواب غلط، حلمه أن يشوف كلمة دريم حلم، قل له famous poet اللي هو شاعر مشهور. 11 يقول لك read them after had read them، يقول لك كريم found work boring، من يشوف كلمة boring ممل تقول له false الجواب غلط، قل له false الجواب غلط. هنا أيضا هذا السؤال مكرر، يقول كريم had been saving، أو كريم كان يدخر ليش to be the first one to buy the new book by his favorite. هذا السؤال هذا رابع مرة يجي. هنا أقول لك ما هو حلم كريم؟ قلنا حلمه يكون شاعر مشهور. السؤال هذا أيضا مكرر، إش كم مرة عدد المرات اللي قراها؟ قلنا يابا مرتين. سؤال 15 يقول there is a big prize، سيكون هنالك جائزة كبيرة للزبون رقم 50، وبهاي الحالة احنا يعني نكتب نمبر 50. ليش شلون عرفنا؟ لان قعدنا بيج برايس، لان اصلا اذا قلنا بيج برايس كلمه بيج برايس من نشوف كلمه بيج برايس اختار وياها 50 نمبر 50، لانه اصلا هي الجائزه الكبيره راح تصير للشخص اللي هو رقمه 50 بالتسلسل اللي من جاي نشتغل. السؤال اللي بعده يقول فاوند، ذكرنا من نلقى كلمه فاوند بدون تفكير، من اشوف كلمه فاوند اقول له انترستنج، اقول له انترستنج. السؤال 17 يقول كريم دريمز واز، حلم ايضا هذا جاي قله تو بي ا فيموس بوت، حتى يكون شاعر مشهور. السؤال 18 من نشوف كلمه نيم يعني اسم، وبوك كتاب، شنو كان اسم الكتاب؟ اسمه ايلاند اوف سيلت، وهو جزيره الملح. السؤال اللي بعده يقول كريم واز ذا لكي كاستمر، كريم كان هو الشخص المحظوظ لأنه حصل على بيج جائزة بيج برايز، حصل على جائزة كبيرة. الجواب صحيح. 12 يقول كريم دريم واز تو بي ا فيموس دكتور، حلمه أنه يصير دكتور. جواب غلط، أي دكتور، هو يريد يصير شاعر. 21 ذا نيم، ذكرت لك من نشوف كلمة ذا نيم الاسم، بوك الكتاب، هذني من نشوفهن بدون تفكير أقول له يابا هذا هو Island of Silt، وهو جزيرة الملح، هذا اسم الكتاب اللي جاني يقرأ به القصائد. What was the Karim Big Prize؟ شنو جائزته؟ أصلا هي شنو الجائزة؟ احنا قلنا راح يكون أكو جائزة كبيرة للزبون رقم 50، طيب شنو هي الجائزة هاي؟ إن هو He will meet، هو سوف يلتقي النواب، راح يلتقي الشاعر اللي اسمه مظفر النواب اللي هو شاعره المفضل. أيضا the name اسم، وقايل لك book the name، من نشوف كلمة name يعني اسم، وبوك كتاب، وتقول له island of salt. هذا السؤال أيضا، من نشوف كلمة saving up اللي هي معناها يدخر الأموال، تقول له to be the first one to، يعني هالسؤال يمكن جاي 10 مرات، صار 10 مرات صار، كلش مهم. what's the name of the book، ما هو اسم الكتاب اللي كان يريد يشتري؟ قلنا من نشوف كلمة نيم اسم وبوك كتاب، أقول له Island of Silt. أوصف لي شخصيته، مكرر هذا السؤال أيضا، وهذا السؤال أيضا مكرر، هذا مكرر، هذا أغلبهن مكررات، ما عدنا بهن أي شيء جديد. عندك كذلك هنا كلمة Saving Up اللي هي معناها يدخر، من أشوف كلمة يدخر أقول وياه حط الحل وياها To be the first one to be the favorite. هذا السؤال الأخير اللي قلت لكم عليه، كريم دريمز يعني حلم كريم was to read النواب بومز، إذن حلمه أنه هو يقرأ قصائد النواب. طبعا ذكرنا أنه غلط، لأن أنا من أشوف كلمة دريم حلم حطوا إياها famous poet شاعر مشهور، وهذا هنا جواب غلط، راح أقول له false وليس صح. هذا كل ما موجود بالنسبة للأسئلة الوزارية اللي جاية على الوحدة الأولى. أتمنى استفادتوا من هذا الفيديو، وأي سؤال أو استفسار أنا حاضر. لا تنسون تشوفون الفيديوهات والشروحات حتى تأخذون درجة كاملة إن شاء الله. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.